مخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان الهلي الجامي والشيخ ربيع بن هادي الخلي كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة. قد توفي الدكتور محمد أمان رحمه الله في ليلة الخميس في الوافقة 27 شعبان من هذا العام رحمه الله، فأوصي بالاستفادة من كتبهما. نسأل الله أن يوفق الجميع إلى رضاه وأن يغفر للفقير الشيخ محمد أمان وأن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده إنه سميع قريب.